يحيط به ظروفا قاسية تصل درجة الحرارة فيه إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر، يغلب فيه الليل على النهار تحت ضوء خافت معظم أيام العام. تتنافس الدول على موارده الطبيعية، ويهدد وجوده الاحتباس الحراري، القطب الشمالي، والأسرار التي لا يعرفها العالم عنه. في هذا الفيديو سوف نكشف لكم أسرار القطب الشمالي المخفي عن العالم لأسباب غامضة، ابقوا معنا للنهاية. القطب الشمالي هو أعلى نقطة على محور دوران كوكب الأرض، وبمعنى أدق تشمل منطقة القطب الشمالي المحيط المتجمد الشمالي والمناطق الشمالية من النرويج والسويد وفنلندا وإيسلندا في أوروبا وغرينلاندا، وأيضا أقصى شمالي كندا وروسيا وجزءا من ألاسكا. وبسبب درجة الحرارة المنخفضة للغاية التي تصل في بعض الأحيان إلى 50 درجة تحت الصفر، تتطور الحياة فيها ببطء شديد، فلا ينمو فيها سوى بعض النباتات الهزيلة التي تعرف باسم التندرا. أما الشمس فلا تزورها إلا لثوان معدودة، حيث أن الضوء خافتا معظم أيام العام، وهو ما يعرف باسم الليالي القطبية. خلال فصل الشتاء يتكون الغطاء الجليدي على ما يزيد عن 14 كيلومترا مربع، ومع حلول الصيف يذوب وينحسر الجليد إلى أقل من 5 أو 4 ملايين كيلومترا. ويعد السبب في هذا الانحسار الشديد هو الاحتباس الحراري. يبلغ عدد سكان المنطقة الشمالية القطبية حوالي 4 ملايين نسمة، بما في ذلك 500 ألف من السكان الأصليين للمنطقة القطبية، وهم الإينوي والإسكيمو واللبيون وشعب ياكوت المعروف باسم ساخا، وشعوبا صغيرة في شمالي روسيا. هذا بالإضافة إلى 8 دول المحيطة بالمنطقة القطبية، والتي تمثل 6 منظمات للسكان الأصليين في مجلس القطب الشمالي الذي تأسس عام 1996 ويعقد كل عامين. ويهدف هذا المجلس التعاوني الإقليمي إلى تعزيز الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة في المنطقة. تعد المنطقة القطبية آخر المناطق البرية المتبقية في العالم، وهي تضم أكثر من 21 ألف نوع معروف من الحيوانات والنباتات، ولكن يبقى تنوعها البيولوجي مهددا بالخطر بسبب تطور الأنشطة البشرية التي تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، وهو ما يولد الاحتباس الحراري الذي يقلل من إمداد الجليد البحري الذي يهدر بدوره الأنواع التي تعيش فيها مثل الدببة القطبية والفقمات. وفي حين أن الاحتباس الحراري مصدر تهديد لها، إلا أن جميع الدول المحيطة بها تطمع في مواردها، كما أنها لم تسلم من البلدان البعيدة مثل الصين التي تعتبر نفسها دولة شبه قطبية. وجعلت روسيا تنمية الموارد الطبيعية في المنطقة القطبية أحد أولوياتها، وقدرت الدول المحيطة بها أن بحر برانتس يحتوي على أكثر من 60% من احتياطي النفط المتبقي غير المكتشف في البلاد، وهو ما دفع دونالد ترامب عندما كان رئيسا للولايات المتحدة إلى منح امتيازات للتنقيب عن النفط والغاز في ألاسكا، والتي تمثل أكبر منطقة طبيعية محمية في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن عندما تولى جو بايدن زمام الأمور أوقف العملية برمتها. أما المشروع المثير للجدل هو المشروع الذي تتبناه غرينلاند، وهو إقليم حكم ذاتي دنماركي، حيث تبحث من خلاله عن اليورانيوم والعناصر الأرضية النادرة التي تحتفظ عليها المنطقة القطبية. كل هذا يغذي السباق على الادعاء بالأحقية على الأراضي بالمنطقة القطبية الشمالية، حيث تريد القوى الكبرى إعادة تمركزها عسكريا في المنطقة، وهو سباق عمره أكثر من 100 عام، حيث تتنازع الدول على مواردها، ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تجمع البيانات بهدف تقديم طلب محتمل أيضا، حتى وإن لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. بالإضافة إلى أن ذوبان الجليد البحري يؤدي إلى فتح ممرات بحرية جديدة، من المحتمل أن تؤدي دورا متزايدا في التجارة الدولية، حيث أن روسيا تعول على الممر الشرقي بعد أن أقامت فيه العديد من القوات العسكرية والعملية لربط أوروبا بآسيا عن طريق عبور سيبيريا،
وعلى الجانب الآخر فإن الطريق الشمالي الغربي قبالة سواحل كندا سيقلل كثيرا المسافة بين المحيطين الأطلسي والهادئ.